بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ننتقل لاتصالاتكم. سؤال أول، عم يقول: رجل له عدة بنات وأخوة رجال، وقبل أن يموت أوصى لإحدى بناته بقطعة أرض، هل تنفذ هذه الوصية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا وصية لوارث، لا تنفذ هذه الوصية، ولو أنه أعطاها وهو على قيد الحياة لنفذ، كونه أوصى لا تنفذ الوصية لأنها من الوارثات. السؤال الثاني، عم يقول: يا شيخ، مات أبي وعليه دين، هل سيمنعه من دخول الجنة؟ هلا هذا الدين إذا كان المانع من وفائه هو الغنى المطل بسموه، يعني هو عنده مال وما عم يؤدي، أكيد هذا سيكون حاجبا بينه وبين ربه. لذلك الورثة لابد أن يؤدوا عن والدهم الدين إذا كانوا يستطيعون ذلك. هلا إذا هو لا هو أخذ أموال الناس يريد أدائها ومات وما كان مستطيع يأدي، وهلا أولاده ما استطاعوا يأدوا، إن شاء الله أنه الله سبحانه وتعالى يرضي الخصوم يوم القيامة، لكن هذا حق العباد لا يغفره الله، لابد أن يؤدى في الدنيا قبل الآخرة. حكم دخول جمعية مع زملائي في العمل أو مع غيرهم ويقبضها واحد منا كل شهر، يعني هذا بيدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اجتمع مجموعة من الشباب، كل واحد يقدم في رأس الشهر مبلغ يأخذه واحد منهم بالمسامحة من الكل على أن يأخذه الثاني في الشهر القادم، ويكون ذلك من خلال قرعة تجري فيما بينهم، إن شاء الله أنه جائز، ما في إشكال. مات عزيز لي وكلما تذكرته أبكي، هل يعذب هو بذلك وهل علي أثم؟ لا، البكاء عاطفة، والعاطفة يعني بنسميها تغلب الإنسان، يعني الإنسان لا يملكها إنما تملكه، وهذا شيء يعني من الرحمة. البكاء شيء جيد وجميل، المنهي عنه هو النياحة والتلفظ بألفاظ لا تليق مع الرضا بقضاء الله وقدره. واحد ذكر ميت بكي، لا ما في إشكال. طيب هلأ النياحة، لو واحدة صارت تنوح على زوجها: وين تركتني ورحت، وتولول وتعيط وتشق الجيوب وتلطم الخدود، هل يعذب؟ قال: إن أوصى بذلك يعذب، وإن لم يوصي بذلك لا يعذب. هو شو له علاقة؟ توفى وصار تحت التراب، وهن اللي عم يغلطوا وهن اللي عم يخطئوا وهم يحملون الإثم. السؤال عم يقول انه: انا بينزل مني دم في غير وقت الحيض، ماذا افعل؟ هذا بنسميه استحاضة، مثل الرعاف اللي بينزل من الانف، استحاضة من غير وقت الحيض، يعني الان هي اصبحت من المعذورات، بتتوضأ لكل وقت وان سال الدم على الحصير. قريب عامل مطعم يقدم خمر، وقد عزمنا على العشاء، هل يجوز الذهاب إليه؟ يعني إذا المكان اللي عزمكم فيه فيه خمر لا يجوز الذهاب إلى ذاك المكان. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال، ألو. ألو، مرحبا دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. بدي أسألك سؤالين بعد إذنك. ايه تفضل. دكتور، إذا رجل فات بوال وتخلص من البول، ضغط على العضو أكثر من مرة مشان البول، بس عواد ما يكت مي على العضو، مسح محرم ينظيف 3 مرات، بيكون هيك الطهر؟ بيكون الطهر إن شاء الله. السؤال الثاني. حكم خميرة البيرة بصناعة المعجنات. لا، الخميرة البيرة هي نجسة، لكن عند الحنفية لما في عنا شيء بنسميه استحالة،
يعني لما يتحول أصل الشيء من شيء إلى شيء آخر يطهر بالاستحالة. هي خمرة البيرة بتتحول إلى تحول كامل يعني إلى شيء آخر بهالاستحالة بتطهر. مثل قالوا يعني لو أن مثلا بيسموه لو أن حمارا مات في سبخة ملح عند الحنوي تحول هو لملح يعني، فقال يطهر لأنه استحال تحول من شيء إلى شيء. فعند الحنفية حكم هذا الأمر أنه بالاستحالة يطهر إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو، السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عندي سؤالين رح أطرحهم سوا، وإذا بتتكرم اسمع إجابتك بعدين إن شاء الله. السؤال الأول، هل الزوجة تقبض مهرها بعد وفاة زوجها كما هو مكتوب رقم في عقد الزواج حتى لو كان هذا العقد من 25 سنة أو أكثر؟ أنا سألت دار الإفتاء عنه وقالوا لي يقايض بسعر الذهب حاليا، يعني كم جرام ذهب كان بيشتري وقتها ويضرب بسعر الذهب حاليا ومهما طلع المبلغ، بينما القاضي الشرعي رفض هذا الكلام وقال على ألا يتجاوز مهر المثل، ففي فرق كبير بين المبلغين، شو رأيكم؟ هيدا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا بتتكرم، الزوج كان معه مبلغ شايله لدفع البدل لأولاده الذكور في حال سافروا ولازم يدفعوا البدل، وهالمبلغ كان معه منه ببنك، بعد وفاته هل هذا المبلغ صار يدخل ضمن التركة لأنه لا وصية لوارث، لأنه في ورثة تانيين أولاد من زواج قديم أم ماذا؟ طيب هلأ بالنسبة للجواب أو السؤال الأول، دار الإفتاء أفتتك على المذهب الحنفي أنه بالفعل يقيم على الذهب بالنسبة للمهر، هو مهر قديم. هلأ إذا بدنا نمشي على الشافعي ما في تقييم على الذهب، يعني ألا 3000 ليرة مهرك من 25 سنة مثلا، 50,000 ليرة، 150,000 فرضا يعني 150,000 حنقول، هلأ بتاخذيهم 150,000، هذا على الشافعي. على الحنفي بيتقيم على الذهب. طيب هلأ بدنا نقع بإشكالية، إذا رحنا نقول بدنا نمشي على الشافعي لازم تاخذي 150,000، وإذا بدك تقيميهم على الذهب بده يطلع لك ملايين. فلحنا القاضي الشرعي يعني أخذها من باب الصلح، وهذا يعني ما نفتي به الناس، لأنه بدنا نوقعهم بحرج، وهذا الإيقاع في الحرج حيؤدي إلى عدم إيصال الحقوق إلى أصحابها. فلحنا منقول يعني لا على القديم اللي هو 150,000 ولا على الذهب سعر اليوم، خلينا نقول هو مصالحة بين الطرفين. وهلأ أمثالها اليوم يعني بيكون هو المصالحة، شلون بدنا نعمل المصالحة؟ هلأ اليوم إذا بدنا نعمل المهر، قديش المهر؟ فرضا 5 ملايين ليرة سورية، منقول مهرك حتاخذي خمسة، بناخذ لك من التركة 5 ملايين ليرة سورية، وبيكون وفقنا بين الأقوال وعملنا بالمصالحة والتيسير والأوفاق بين المذاهب. سألتي عن إنه زوجك كان عنده مال لأولاده بده يدفع لهم بدل، توفى وما دفعهم، هل أموال هدول بيصيروا تركة وبيوزعوا على الأولاد جميعا لا وصية لوارث كما ذكرتي من الحديث الشريف؟ ناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عندي ندر خروفين، بقى الوضع المادي صار صعب كثير حتى اوفي الندر هذا، شو تنصحنا نعمل؟ يعني نصبر، نصبر حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لك المال وتوفي بنذرك. حتى إذا صبرت وعجزت مع الصبر حينها يتحول إلى كفارة يمين عند العجز، عند العجز. هلأ بتصبر وبتطول بالك وإن شاء الله الله يعطيك وبتوفي نذرك. ناخد اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بدي أسألك سؤال كرمال ستي. ستي امرأة عمرها 80 سنة، كانت امرأة قارئة قرآن وبتصلي،
هلأ من فترة أجاها كذا جلطة على راسها وما عم تقدر لا تصلي ولا تقرأ قرآن، وحتى أنه صارت مقطوعة يعني عم بيشيلوا من تحتها. بس منحكي ما بتحس بتجاوبنا على كل شيء، بس بتحس أنه بنفس الوقت يعني ما لا بوعيها وبتركيزها. نعم، مشان الصلاة سؤال. ايه مشان الصلاة. هلا نحن الانسان يصلي واقفا، فان عجز يصلي قاعدا، فان عجز يصلي مضجعا، فان عجز يصلي براسه، عجز بعينيه. هلا الحنفيه قالوا ما بيصلي بعينيه، يعني اذا هي مجلوطه وهيك ما عم تتحرك وراسها ما فيها تحركه بس هيك بعيونها من الا سقطت عنا الصلاه. هلا فيها تحرك راسها بتيمموها، يعني بجيبوا بلاطه صغيره هيك بتيمموها ضربة للوجه واليدين. عجزت عن ذلك معناتها هي صارت عاجزة وسقط عنها التكليف، والله ينزل عليها الشفاء والدواء والعافية ويعافي كل مريض يا رب. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو صباح الخير. صباح الأنوار يا أهلا صباح وسهلا. صباح الخير شيخ. صباح النور. كيفك دكتور؟ صباح أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. الله خليني أنا دكتور. أنا صارت مشكلة بيني وبين زوجتي، صارت مشكلة بيني وبين زوجتي وتخانقنا، وبعد ما تخانقنا أنت رميت عليها أول طلقة وثاني طلقة. مجلس واحد. بمجلس واحد. شو الألفاظ؟ أول طلقة وثاني طلقة. ألفاظ قلت لها يعني بدك طلقك، بدك طلقك، قلت له لفظت اول طلقه، طلقك لفظت الثاني. شو 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 قلت بالضبط؟ قلت له انت طالق. نعم انت طالق. تمام لفظتي. وفي طلقات قبل؟ قبل كان قبل صار في ثلاث طلقات. قلت له اذا بتطلعي برا هذا الباب، هذا من شيء سنة، اذا بتطلعي برا هذا الباب انت طالق بالثلاثه. وطلعت؟ وطلعت. يعني في هداك الطلاق وفي هاد، ما في غيرهم. ما في غيرهم. هلا هداك بنعتبره واحد بالثلاثة، بنعتبره واحد بمجلس واحد، وهي انت طالق انت طالق بنعتبره بمجلس واحد طلقة واحدة، هدول طلقتين. بتقول لها راجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، لكن إذا بتلفظ هاللفظة هي مرة ثالثة لن تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، فانتبه وحافظ على يعني كلامك وعرف انه انت صرت على شفا جروف نهار، يعني واقف على الحفة تماما، شعرة بتروح العيلة منك لا تعود الى مثلها. ناخذ اتصال. الو. الو. الو اهلا وسهلا. الله يعافيك يا ميت. هلا. شافي بعد اذنك بدي اسألك. انا عندي من الاولاد بنتين زوجتهم وابوهم لبسهم ذهب، كمية ذهب منيحة. توفى الوالد. هلأ بعد توزيع التركة بعطي البقايا اللي كانوا هداياهم. عيدي السؤال ما كتير. هذا اول سؤال. ما اتضح لي السؤال. ايه هلأ انا ابوهم هداهم وقت زواجهم للبنات الاولانيات تنتين. هلأ انت مبلغ يعني انت ذهب منيح. انت بتكوني زوجة هلأ؟ ايه انا الزوجة. تمام. توفى زوجي. انا بقدر توفى ما يعني البقايا ما تزوجوا. تمام. هو عطى اللي تزوجوا هدايا ذهب، يعني اشترى لهم ذهب. ايوه تنتين. بقى في وراهم الاولاد والبنات ما اخذوا مثل الاولانيين. تمام. هلا توفى هو، بدك تقيمي من التركة ذهب وتعطيهم مقابل اللي اخذوا. أيوة هدايا. هلا هذا لا يجوز، لا يجوز، لانه صار تركة. هدنك أخذوهم بحياة عين والدهم، يعني بيسموا على قيد الحياة، فهديك هدية. لكن إذا أذن يعني جبتي بناتك التنتين وقلتي لهم هلأ لحنا القسم الشرعية إنه التركة للكل، إلكن ولأخواتكم، لكن أنتوا أبوكم عطاكم وهدول صغار ما عطاهم أو لسه ما تزوجوا، بتأذنونا نعطيهم ذهب قبل ما نقسم التركة مشان تتعادلوا، يعني بإذن منهم مطيب خاطر. إن أذن الورثة فهو جائز، لم يأذن الورثة بدك تقسميها قسمة شرعية. ناخذ اتصال. ألو.
الو 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 اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا، يسعد لي صباحك. الله يبارك فيك، صباحك مبارك. الو اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا، تفضل شيخنا، كيفك؟ يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا شيخي، انا عندي استشاره لو سمحت. تفضل على راسي. تفضل على راسي شيخي. انا متزوج من شي 5 سنوات، بس عندي زوجتي القديمه. نعم خارج القطر. طيب هل تعتبر طالق باعتبار برا البلد شرعا؟ يعني انت طلقت لما كنا من قبل، يعني كل واحد عايش بغرفه لحال. انت طلقت شيء؟ انت طلقت شيء؟ انا ما طلقت. خلاص هي ليست، بس سألت انه شرعا تعتبر مطلقه. شرعا ليست مطلقه، هي زوجه لك. طالما انت عم تقول انا ما طلقتها، فهي زوجة لك، ما زالت زوجة إلا إذا طلقت. ناخذ اتصال. ألو ألو، صباح الخير. صباح النور، يا أهلا وسهلا. صباح النور، يا أهلا وسهلا. دكتور، أنا حماتي أم جوزي. نعم نعم. متوفي جوزها، وجوزها مأمنها أنه ما تعمل له عدة. مأمن زوجته ما تعمل له عدة؟ زوجته ما تعمل له عدة؟ ايه، بس يتوفى انه لا تعملي له عدة. هالوصية هي اصلا هو لا يملكها، باطلة، لانه هذا حق الله مو حق العبد. يعني العدة مثل اللي عم يصلي، مثل اللي عم يصوم. ما في هي الا والله تقول انا والله ما بيستاهل امسك له عدة والله كذا، او هو الا لا تمسك انا مسامحك. هي اصلا ما له علاقة هو بالموضوع. هذا موضوع هو تعبد. الناس بيفكروا انه بس مشان براءة الرحم في حمل ما في، لا لا مو هذا السبب. هو تفجع على الزوج وحق لله. هلا اذا وحدة كبيرة بالعمر هي بالاساس لا تحمل وتوفى زوجها، ليش العدة؟ العدة هي تعبد، موضوع ما له علاقة بحمل وغير حمل. فوصيته باطلة ويجب عليها ان تلتزم باحكام العدة. ناخذ اتصال. الو الو ايوه تفضل. اهلا وسهلا. الو الله يسلمك شيخي، يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. سؤالي قتل الخطا، حادث سير يعني، وصار صلح. طيب بطلع عليه فديه صيام ولا ما بطلع عليه؟ لا، لازم كفاره صيام 60 يوم. هي ما لها علاقه ب يعني ب الصلح الذي حدث والمال الذي دفع والدية التي دفعت. هذا حق الله سبحانه وتعالى، لابد من الكفارة، وهي صيام 60 يوم متتابعين، لأنه في دم وفي روح أهدرت وفي بناية، يعني بناية الله انهدمت، ففي صيام 60 يوم متواصلة. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخي. الله يعافيك، أهلا وسهلا. شيخي، بس من بعد إذنك بدي أسألك سؤال. تفضل. خالي بده منا مبلغ صغير من فترة شي 10 سنين. نعم. تكلفة هو مكلف على محل، وهلأ نحن بدنا نحاسبه فيه. نعم. عاد كيف بدنا نحاسبه فيه؟ يعني مصالحة. فرضا بهذاك الوقت حطيت لكم 500 ألف. 500 ألف في هذاك الوقت يعني رقم مرقوم كبير. هلأ بدك تعطيه 500 ألف، انت ظلمته أكيد. فلا بتعطيه على قيمتهم ذهب في هذاك الوقت، ولا بتعطيه 500 ألف. مصالحة واتفاق فيما بينكم، وحل يرضي الطرفين، وإن شاء الله الأمور بخير بإذن الله. ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم.
الو الو، يعطيك العافيه شيخي. الله يعافيكم، يا اهلا وسهلا. كيفكم شباب؟ خير، الله يحييك، الله يكرمك، خلينا ياك يا رب. يا ميت اهلا وسهلا شيخي. بدي اهلا بيك، الله يخلينا ياك. والله من بعد اذنك بدي اسال، الطلاق المعلق. نعم. يعني رميت على زوجتي يمين انه ما تعمل هالشيء وعملته، لكن هي حلفت انها نسياني او ما انتبهت على اليمين تبعي. هل يقع الطلاق؟ شو اللفظ اللي قلته؟ اللفظ قلته نفسه علي طلاق، انه هل مثلا هالشيء ما تحركي من مكانه. هذا اللفظ حلفت اللفظ. نعم. علي الطلاق كان. نعم. هذا على قول الجماهير بيقع، على قول ضعيف قال به ابن حزم وغيره أنه لا يقع، وإنما هو كفارة يمين. يعني لفظ علي الطلاق اعتبروه أنه مو من الألفاظ الواردة في السنة، لكن الجماهير على أنه طلاق، لذلك فينا نقلد القول للضرورة، وهو كفارة يمين إطعام 10 مساكين لفظ علي الطلاق. ناخذ اتصال. ألو ألو يعطيك العافية شيخي. الله يعافيك، أهلا وسهلا. السلام عليكم، الله يعطيك العافية. وعليكم السلام، يا مرحبا، تفضل. الله يكثر خيرك شيخي، بس بدي أسألك سؤال وبس أفكر فينك تجاوبني بعد إذنك. على رأسي، تفضل. شيخي بس في ننتي أم أبوي تركت حوش معي أنت شيخ؟ معك معك. وقالت مين بعمر بهالحوش اللي ما كانت معمرة بياخد بيته. نعم. وصار العمار مشترك، وفي بيت عمره أبوي لحاله، هو يسافر ويشتغل يعمره. نعم. وهلا لما التقسيم الورثة بده ياخد كلهم مثل بعضهم، اللي بياخد اللي عمر لحال. هلا هي قالت اللي بيعمر ياخد، هي ارض اللي هو الحوش وارض فاضيه. يعني مثل هي وهبت هالارض او هدته، اللي بيعمر سامحته فيها انه له هي. هلا هيك وهي على قيد الحياه، وهي على قيد الحياه ما بيطلع لهم هن، فهي حصته له، يعني ما بيدخل بالتركه. هي على قيد الحياه قالت اللي بيعمر له. خلص شرعاً هيك. شرعاً هيك هي انه توفت شيخي. ايه بعرف، شرعاً هيك انه هلا بدنا نقسم التركة، انه طالما هي قالت له فهي ما بيدخل بالتركة، يعني عطته على حياة عينها ارض وهو ملكها وعمرها، فما بيدخل بالتركة، هي له. ناخذ اتصال. الو يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. الله يخليك. بدي اسالك عن الوضوء والصلاه. انا بطلع من شغلي، بطلع من الصبح من البيت موضايه، بوصل على الشغل بصلي الظهر، بس ما بقدر احبس وضوء للعصر والمغرب، فانه بقضيهم بالبيت المساء. بس بدي اسالك عن الوضوء، انا فيني اتوضى مثلا بس ايدي ووشي، اما لا لازم وضوء كامل، انه مع زي حكم ما في مكان للوضوء، انه كل لابسه بوط او جزمه او هيك. وشو حكم انه واحد يجمع كل اوقات الصلاة ويصليها بوقت واحد المساء؟ هلا على المذاهب الاربعة ما في جمع للاوقات بيوم واحد. بالنسبة للزلابسة جزمة، فيكي تطلعي متوضية وتلبسي الجزمة، لما بصير وقت الوضوء بتمسحي على الجزمة بدل ما تغسلي رجليك، هذا بصير مثل الخف، بشرط انه وقت تتوضي وضوء كامل تلبسي الجزمة وبتطلعي على الشغل. صار وقت الصلاة بتغسلي وشك وإيديك، بتمسحي هيك شوي من راسك عند الشافعية بيمشي الحال، يعني من شعراتك، وبتمسحي على الجزمة مسح وبتصلي، ما في أي إشكال، يعني أيسر من الوضوء ومن الصلاة ومن العبادة ما في. القضية سهلة، ما في قرنة تصلي عليها، النبي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بالكندرة بالجزمة بصير تصلي، الموضوع ما في أيسر منه، يعني الله سهل العبادة بشكل كبير جدا، وقال للعباد يعني تعبدوا حتى
تصلكم مرضاتي ومحبتي، فلا يجوز أن نترك هذا الشيء بأي حال من الأحوال. ناخذ اتصال. ألو يعطيك العافية شيخي. الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا. شيخي بدي أسألك سؤال. أنا عندي مبلغ منيح بالزكاة بيطلع، بس نعم. عندي يعني عيال يتامى محد، يعني عم خلي الزكاة لكل السنة، يعني بعطيها هون شهرية، بصير هالشي؟ عيدي السؤال معليش. يعني هلأ من السنة الماضية، يعني السنة الماضية مثلا أنا خليت الزكاة على جنب وبعطيها كل راس شهر لمجموعة عيال، بصير هالشي؟ هلا بيصير، بس بشرط ما يجي السنة القادمة إلا تكوني يعني أعطيت المال كله، يعني ما بيجوز لمال الزكاة يتدور. يعني بيصير مثلا لقدام، مثلا أنا هلا عم طلع مثلا السنة هاي أنا بخلي المال الزكاة وبصير أعطيها لقدام. فهمت عليكي، أخذت الزكاة هاي السنة ما دفعتي كله مرة واحدة، قسطتي على 10 أشهر 11 شهر مثلا، بحيث وصلنا للسنة القادمة كنا مخلصين أموال الزكاة، بجوز. بس زكاة السنة اللي راحت. أنا ما فهمت سنة اللي راحت، أنت قلتي إنه واحد أخذ زكاة هي السنة ووزعها لآخر السنة، يعني هيك أنا فهمت السؤال، إذا في شيء ما فهمته عيدي تفضلي. هل أنا بطلع الزكاة برمضان؟ تمام. برمضان نفسه خليت مثل ما هن مال الزكاة وصرت أعطيهم كل شهر بشهر، بصير؟ أنا قلت لك بصير، بس يجي رمضان القادم لازم يكون خالص المال تبع السنة الماضية. إيه بإذن الله. إن شاء الله. بناخذ اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا. أنا بدي أسألك سؤالين بس إذا في مجال جاوبني بستذكر، الله يكرمك. على رأسي تفضل. بدي أسألك عن، هلأ أنا سمعت المسح على الخف على الحذاء، طب أنا بعملي مثلا على الجوربين على الجوارب بحق لي أمسح إذا لبستن على طهارة بحال الوضوء؟ هاي السؤال الأول. نعم جاوبة. السؤال الثاني وقت، ثواني بس أسكر. طيب السؤال الثاني وقت العشاء، يعني قديش معي مجال مثلا أنه صلي العشاء لأي ساعة بالتوقيت تبعنا؟ والمغرب هل يجوز أنه أخر المغرب كتير إذا كنت مشغول؟ الله يجزيك بخير يا دكتور. على رأسي. هلا الجوارب إذا كانت ثخينة بيجوز نمسح عليها، الجوارب الرقيقة هي اللي احنا بنلبسها لا ما بيجوز، أما إذا شتوية ثخينة معروف الجورب الشتوي الثخين معروف، إذا كان بهالشكل صفته يجوز المسح عليه، طبعا بس شرط نلبسه على طهارة كاملة وبده يكون ساتر للكعبين، يعني طويل هيك للساق بيصل ساتر للكعبين، والجزمة كذلك، يعني لا يفهم مني حدا أنه بده يمسح الكندرة تبعه وهي ما لا يعني واصل للكعبين، أنا قلت الجزمة، الجزمة بتكون مرتفعة فوق الكعبين فبصح. العشاء معه إلى ما قبل الفجر، بس بعد نص الليل بصير مكروه تأخيره، يعني كراهة وليست حرام، لكن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. المغرب كمان معه إلى ما قبل العشاء، لكن الأفضل أنك تصلي أول ما بيأذن. بالنسبة للعشاء بعد نص الليل بصير مكروه، لكن جائز الصلاة إلى ما قبيل الفجر إن شاء الله تعالى. ناخذ اتصال. ألو. 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 ألو أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب. ميت أهلا وسهلا. سمعتك مبارك يا شيخي. الله يسلمك يا رب. شيخي أنا عندي 3 أسئلة بعد ما أسكر أترجاك إنه تجاوبني عليهم. حاضر تفضلي. أي الله يزيد فضلك يا رب. أول سؤال، أنا جوزي حلف علي الحرام ما بصير تستعيد تليفون، وكنا عند أخوي ابن أخوي عم بلعب بالتليفون، عم قال لي أعطيني إياه، قمت أنا مسكت التليفون قلت له أنت ما حلف علي بالحرام؟ قال إيه إذا أنا حلف عليك بالحرام من وراي بنيتي وبنيته أنه حالة أنه من ورا ما أقطع التليفون. هاي أول سؤال. نعم. انه من وراء ما يعني ما بحبش بتليفونه.
ثاني سؤال شيخي، امي توفت الله يرحمها ورجع مسواها الجنه، قبل ما هي حياتها عينها كتبت لي نص البيت لعلي. اخوي الكبير مسافر برا، قال لي انه انت اكلتي حق اخواتك، مع انه انا اكثر وحده تعبت ببيت اهلي وصرفت. هلا عبلوني انه بدي ارجع حصه الوالده لاخواتي، مع انه اخواتي البنات تنازلوا عن حصتهم لالي. يعني شلون شيخي انه برضاتهم يعني، وهو اخذ حصه من الوالده وتعمر بيته، يعني اخذ حصه وخالص. وقال للوالده انه قالت له الوالده الله يرحمها انه ما لك انت شيء، قال له خلص ما لي شيء. وقت صار النقاش بيننا وبينه قال لا انا اخذ حصتي من ابوي الله يرحمه، انا بدي حصتي من امي. ثالث سؤال شيخي، جوزي حلف علي بالحرام، علي الحرام علي الحرام، انه ما بصير تروحي لعند اختك، مع انه اختي مريضه سرطان وعم تعالج، كبيره بالعمر منيح عمرها. هو شو بيقصد؟ ما في شيء، بس هيك طلعت. شو بيقصد بلفظ علي الحرام؟ بيقصد الطلاق؟ هو قال لي علي الحرام علي الحرام، ما فهمت عليك. هو بيقصد الطلاق بلفظ علي؟ لا ما قصد الطلاق. طيب شوفي هلا حجاوبك، حجاوبك هلا. انت اول وحده قال لك علي الحرام ما بتمسكي الجوال ومسكتي وقصده من قفا ظهره، واخر وحده كان انه علي الحرام ما بتروحي او مدري شو. اذا قصده بالحرام الطلاق بيقع، اذا قصده مو طلاق قصده تخويف قصده كذا الى اخره، هذا يمين كفارته اطعام 10 مساكين، كل حرام حلفه كفارته اطعام 10 مساكين. اذا بدنا نرجع لنيته، اذا نيته بالحرام الطلاق فهو طلاق، مو نيته طلاق اطعام 10 مساكين. انت امك كتبت لك نص البيت هي على قيد الحياة، اخوك عم يقول لك انت اكلتي حق اخواتك وبدك ترجعي له، لا انت اخذتي حلال زلال ومالك اكلي حرام وهذا حقك، بتحبي ترجعي فضل منك وكرم اخلاق، ما بتحبي ترجعي فهو حقك وما له عندك شيء ابدا ابدا. ناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخنا. يا ميت اهلا وسهلا ومرحبا. سيدي لي سؤالين. اتفضل. السؤال الاول، نحن تسع اخوات. نعم. تسع اخوات، الورثه هلا الوالد صار له متوفي سنه وشهرين. الله يرحمه. لا لا، كل ما نقول لهم هيك في اثنين من الاخوات ما بدهم يبيعوا. طيب. طيب. والباقي بدهم يبيعوا. ايه شو السؤال هلا؟ السؤال انه انا شو بدي اساوي مشان ما زعلهم ولا يعني ادخل مثلا متاهات مثلا محاكم او. والله الحل هو انه تجيب لهم جاهه، تجيب الاهليه الاحباب تحلها حبيه، ما فهموا عليك حبيه يا بدك تسامح، يعني بدك تطول بالك وما تفوت محكمه لا الله يحلها من عنده، اي اذا ما بدك تزعلهم، او بدك تفوت على المحكمه والمحكمه بتعطيك حقك فورا، وهذا الشيء يعني بعمليه افراز وغيره الى اخره، وهذا الموضوع يعني ما في حرمه اذا هو منعك حقك، يعني هو قاعد بالبيت وما بده يبيع وانت لك حصه وما بده يعطوك اياها، لا قادر يعطيك ثمن حصتك ولا بده يبيع البيت، هذا لا يجوز، فانت بحق لك تفوت محكمه، لكن الحل الصلح هو الافضل هو الاحسن هو الاولى. ناخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا، يسعد صباحك فضيله الشيخ. صباحك مبارك حبيبي، اهلا وسهلا. خلي لي اياك يبارك فيك. سؤال بدي اسالك، بالنسبه للارض بيطلع عليها زكاه مثلا اذا هي كانت مخصصه للبيع مو للزراعه؟ يعني للتجاره. تماما.
يعني انا اشتريت ارض تجاره وبدي عم بيجي زبون ببيعه برد بشتري ارض زبون وبيع وهكذا غيره بالضبط. هي عروض تجاره وبيطلع عليها زكاه. هي ما صار ارض صار لها ثمن. يعني هلا قديش ثمنها؟ فلنقول 20 مليون بتطالع عن 20 مليون ليره سوريه زكاه لانه صارت عروض تجاره. ايها الساده المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الاخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.